ويعطينا التعزية. النهاردة عيد الصليب، كل سنة وحضراتكم طيبين. يوم مشهور في تاريخ الكنيسة، 17 توت، ده يوم مشهور خالص. الكنيسة بتقعد تصلي فرايحي من بداية النوروز لحد يوم 17 عشان خاطر قيمة هذا اليوم العظيم، يعني عيد الصليب. الحقيقة ان الصليب مش مجرد رمز او علامة، مش مجرد حتة خشبة، او مش مجرد شكل زخرفي. الصليب هو يحمل اعماق عظيمة جدا، كلها مرتبطة بشخص المسيح يسوع، اعماق ملهاش اول ولا اخر. والحقيقة الوقت مش بيساع حد خالص ان يعرف يتكلم براحته عن الصليب، لان الكلام هيطول جدا. خلينا ناخد بعض النقط الصغيرة النهاردة عشان الوقت ما يزيدش عن اللزوم. الصليب في الكتاب المقدس ربنا حطه من العهد القديم لأجل ان هو يعلمنا بعض الامور الهامة، بدونها مش هنعرف نعيش. اول حاجة علمها لنا ان الصليب ده علامة البركة. علامة البركة ازاي؟ لما نيجي ندرس العهد القديم نلاقي ان ترحال الشعب في العهد القديم، اول ما استلم موسى الشريعة وابتدى يعلم الشعب بيها، قال له ربنا كده خلي بالك ان خيمة الاجتماع تكون في وسط الشعب، وانت عندك 12 سبط، خلي 3 من قدام، خلي بالكم الشكل، خلي 3 من قدام وثلاثة من ورا وثلاثة عن اليمين وثلاثة عن الشمال. وإياك حد نبه عليه وقال له إياك حد يغير مكانه. يبقى ده شكل إيه؟ الصليب. وفي النص مين؟ المذبح، لأن خيمة الاجتماع هي فيها المذبح، مذبح المحرقة. والمذبح هو أصلا رمز الصليب اللي اتصلب عليه المسيح، فكأن الصليب هو المحور اللي احنا كلنا بنتلف عليه، وإلا البركة تضيع من الشعب ده. وأي واحد يرفض الخضوع وأي سبط يطلع بره الموضوع ده يقطع من شعب الله، ما يحسبش. حتى هكذا في الترحال يتحركوا بنفس الشكل. البركة دي كمان وضحت جدا لما جه يعقوب أب الآباء يدي البركة لأولاده، اختار سبطين اللي هما من ولاد يوسف، إفرايم ومنسة، وحط إيديه عليهم معكوسين شكل الصليب كده اهو. فطبعا الإيد اليمين دايما بتروح للابن البكر، فالابن البكر قاعد على اليمين، اتفاجئ إن الإيد اليمين بتاعت يعقوب اتحطت على ابن الصغير. فجي يوسف ابوهم بقى بيقول ليعقوب ابوه من فضلك ايديك اليمين هنا يا بابا، لان هو عارف ان نظره ضعف. قال له انا اعلم يا ابني، انا اعلم. خلاص البركة دي والطريقة دي ما كانتش موجودة قبل كده. شمعنا دول وشمعنا الحركة دي؟ فهمناها بعدين، اصل دي بركة الصليب. اللي يحضر الاكليل يعرف الموضوع ده كويس خالص. ابونا في اخر اخر صلوة بيصليها والعروسين موجودين قدام الهيكل ساجدين على الأرض خاضعين تحت إيد الكاهن، أبونا يرفع الصليب عليهم وهما الاتنين يبقوا خاضعين للصليب، وبعد شوية أبونا يعمل نفس الحركة بالظبط، يقوم جايب إيديه اليمين وإيديه الشمال يعملهم شكل الصليب، يحطهم على العريس والعروسة ويديهم البركة عشان ربنا يبارك ليهم ولولادهم ولبيوتهم وكل ما تمتد إليه أيديهم. الصليب ده سبب البركة. اللي يقبل الصليب حياته تكون في بركة. أنا مش قصدي على الصليب اللي اتعمل بالإيدين، أنا قصدي عن الصلبان كلها. أي صليب هقبله هبقى في بركة. واحد يقول لي أنا عندي حد مسن متعب ليا، أعمل فيه إيه؟ بخدمه وبتعب منه، كلامه صعب وطريقته وحشة. ده الصليب بتاعك. اقبله وافرح بيه، هتاخد البركة. عندي حد مريض، انا نفسي شايل المرض، اقبله هتاخد بركة. اقبل. اللي ما يقبلش صليبه للأسف ما يقدرش يكون للمسيح تلميذ. يقول كده من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر ان يكون لي تلميذا. لا يقدر ان يكون لي تلميذا. البركة مش البركة المادية وبس، البركة دي بركة روحية اكتر. يعني ايه؟
الشاب الغني راح للمسيح وقال له انا عايز يعني اعرف ارث الحياة الابدية ازاي. فالمسيح بص اليه ومكتوب ونظر اليه واحبه، يعني شبعه حب من نظرة واحدة. وبعدين قال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. تعال اتبعني حاملا الصليب، الكلام ده هنلاقيه في مرقس 10. لما جه الشاب الغني ورفض ومضى حزينا لانه كان عايز البركة الارضية، يقول كان ذا اموال كثيرة، للأسف رفض البركة، رفض البركة المادية والروحية. ربنا يقول لي هتحتمل حاجة صغيرة تاخد قصادها أجر كبير. كل من يترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو بيوت أو أمال من أجلي يأخذ في هذا العالم 100 ضعف وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. طب افرضوا إن النهاردة أنا مش عايز أشيل الصليب بتاعي، متذمر على حياتي، مش طايق نفسي، مش فرحان، مش بشكر ربنا، بقف قدام ربنا طول الوقت عتاب عتاب عتاب، وانت ليه مش بتعمل لي وليه مش بتسوي لي؟ طب ما انا كده مش قابل الصليب. يحصل ايه؟ حتى البركة اللي في ايدي ممكن تروح مني. كل من له سيعطى ويزاد، واما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. البركة زادت في حياة ابونا ايوب جدا جدا جدا، اضعاف اضعاف، لانه قبل الصليب بتاعه. الحقيقه كانت صلبان كتيره خالص. وهكذا ربنا بيقول لنا النهارده الصليب مش احتفال، الصليب سلوك وحياه. اقبل الصليب في الحياه تاخد بيه البركه العظيمه. النهارده الكاثوليكون لو اخدنا بالنا منه نلاقي من رساله بطرس الاولى لصح الثاني يقول لانكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم من أجلنا تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته. تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته. المسيح تألم حاملا الصليب عشان يعلمنا إحنا كمان نحمل الصليب. تاني علامة ربنا حطتها في الكتاب المقدس هي القوة، القوة والحماية. الصليب ده في الكتاب المقدس علامة القوة وعلامة الحماية. لما نفتكر مع بعض كده أيام ما موسى النبي قرر يدخل أرض الميعاد ولسه ما عداش للأرض، فوجئ بشعب اسمه عماليق. عماليق الحقيقة دول كانوا شعب يعني قاسي جدا قاسي جدا. ويشوع ابن نون لسه شاب دخل يحارب، وموسى النبي وقف من بعيد يصلي. موسى النبي وقف يصلي ازاي؟ مش زي ما احنا بنعمل كده، يرفع ايدينا كده نص زاوية كده وبعد كده يريح. لا، موسى النبي وقف فرد ايديه الاتنين على الاخر وفضل يصلي، ولانه كان رجل شيخ كبير في السن كتافه وجعته، فابتدى ايه يخدل، فجاب اتنين عن يمين وعن الشمال عشان يرفعوا له ايديه. لما كان ايديه تنزل الحرب يتغلب فيها شعب ربنا، تلاقي الجيش بتاع عماليق ابتدى يتقدم، يرفع موسى ايديه ويتضرع للسماء، تلاقي الشعب بتاع ربنا شعب الله هو اللي يتقدم. فاكتشف، عرف اتاري الموضوع ليه ايه، ليه علاقة بالصليب، ليه علاقة بالصليب، صليب القوة، صليب الحماية. القصة بتاعت قسطنطين الملك شاف فيها رؤية، شكل الصليب وصوت بيقول له ايه، بيقول له بهذا تغلب، بهذا تغلب. ربنا بيقول لي انا كده كمان النهاردة، يقول لي انا مديك الصليب عشان تغلب بيه، مش عشان تلبسه ولا تتزين بيه، مديك الصليب عشان تغلب بيه. تعال قول لي ايه اللي ممكن يغلبك. اقول له يا رب عندي فكر شرير، يقول لي كده خلاص ارشم الصليب يا رب يسوع المسيح ارحمني، وارشم الصليب وشوف الفكرة هيجرى له ايه. اذا ما كانش يروح يبقى ليك الكلام. طب جالي تاني ارشم الصليب تاني واقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني تاني. خلي بالكم ان ربنا علمنا على الفم، بولس الرسول قال لنا كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصون هي ايه؟ قوة الله. استخدم قوة ربنا اللي في ايدك. مغلوب من خطية، كلنا بنتغلب، اقف اتضرع على ربنا وحط ايديك شكل الصليب وانزل اعمل المطانية، واقف ارشم الصليب وقول له يا رب ارحمني.
هتلاقي على طول عندك إرادة، هتلاقي عندك إرادة إن أنت تبطل، مش قادر تعمل حاجة، ابتدي وش من الصليب. خلي بالكوا إن الرهبان من زمان لأن هم عارفين قوة الصليب كان بيجيلهم حروب شياطين صعبة، فلما كانوا يسلموا على بعض في الصحاري ما يقولوش سلام ولا أغابي في الأول، ما يقولوش كده، لأنه مش ضامنين اللي قدامهم مين، ممكن يكون شيطان شكله بني آدم، ما الحروب صعبة. فكانوا يعملوا إيه؟ يرشموا الصليب في الأول وبعد كده يقولوا سلام أو أغابي. ليه؟ لأن لما يرشم الصليب الشيطان ما يستحملش الصليب، ما يستحملش الصليب، فإيه اللي يحصل؟ يتغلب، يتحرق. قصة لطيفة خالص سمعتها عن واحد بلطجي دخل في توة يطلب إتاوة من الناس اللي في الحارة، وهو الحقيقة جاي جديد شامم نفسه وعضلات حاجة ضخمة، ماسك أسلحة، وقف تحت يهدد كل الناس في منظر بشع ويقول لهم كده الراجل فيكم ينزل، لأنه لما يفرض سطوته هيحكم على أي حد بفلوس وهيدفع. وهو بيفرض السطوة بتاعته جاله عيل صغير قد كده جري عليه وقال له تعال انزل. الراجل الفتوة استعجب، نزل يسمع الواد الصغير ده عايز مين اللي بعته. المهم الواد ده قال له كلمتين في ودانه محدش سمعهم، اتفاجئ كل الناس ان البلطجي ده طلع يجري، طلع يجري. ايه اللي حصل؟ الناس مش فاهم، فكل الناس اتجمعوا على الواد الصغير ده قالوا له تعالى انت قلت له ايه؟ قال لهم كده انا ما قلتلوش حاجه، قلت له فاكر العلقه اللي خدتها في الشارع الفلاني، لان الراجل ده جالنا عندنا في المنطقه وقف كده ونزل راجل عليه بحته شومه دغدغه كان هيموت. فانا لما فكرت بالحكايه دي افتكر ان الراجل اللي ضربه المره اللي فاتت موجود هنا، فطلع يجري. هكذا الصليب، ايه اللي يحصل؟ الشيطان اتغلب امتى؟ الشيطان اتغلب امتى؟ يوم الجمعة، يوم جمعة الصليب، يوم جمعة الآلام، المسيح غلبه وكسر باب الجحيم ونزل سبى سبيا وأخد نفوس ولاده اللي موجودين في الانتظار وطلع بيهم قائمة. الشيطان اترعب من اللحظة دي، بقى بالنسبة له الصليب مرعب. كل مرة احنا بنرشم الصليب بنفكره بالعلقة الأولانية، ها فاكر؟ نفكرك ولا ايه؟ اهو يا رب يسوع المسيح ارحمني، ونرشم الصليب. فايه اللي يحصل؟ الشيطان يفتكر العلقه ويجري. صدقوني ما في حاجه تخرج عن الصليب في نصره الشيطان. ده احنا بالبلدي كده لما عيل صغير يجي يتزحلق ولا يقع نصرخ لا ارادي كده على طول نقول له ايه؟ نقول اسم الصليب. صح؟ ليه؟ احنا متعودين ان الصليب يغلب. الصليب هو القوه. الصليب هو القوه، عشان كده دايما اللي يحاربوا الكنيسه يزعلوا قوي من الصلبان، عملت لك ايه الصليب؟ كل اللي حرقوا الكنائس لازم يطلعوا فوق الكنيسه ويكسروا الصليب، عمل لكم ايه الصليب؟ هو كده. ايوه، لان الشيطان متضايق، بيفكروا بالعلقه القديمه، فاكرين الفتوه اللي جري؟ هو نفس الفكره كده بالظبط. في سر الميرون، واحنا بنعمد الاب الكاهن يمسك زيت الميرون ويعوص ايده ويدهن مفاصل الطفل، كل مفاصل الطفل، فيجي ابونا عند مفصل الفخذ اللي هو بدايه الرجل من فوق ويدهن من قدام ومن ورا، يقول ايه بقى؟ يقول جمله، يقول كمال نعمه الروح القدس ودرع الايمان. يرشم الصليب يقول كمال نعمه الروح القدس ودرع الايمان، اصل الصليب هو اللي يديني قوه الايمان. اللي لا يؤمن بصليب المسيح أنكر إيمانه، خلصت. مش معترف إن المسيح اتصلب، مهما كنت مؤدب، مهما كنت عندك أخلاق، مهما كنت متربي، مالكش دعوة بالمسيح، أنت أنكرت المسيح. من لا يعترف إن المسيح صلب خلاص مش مسيحي. المسيحية علامتها صليب. ثالث نقطة هي الشفاء. الصليب يفكرنا بالشفاء، لأن أي حد فينا تعبان ولا مغلوب من مرض أو ضعف نفسي أو روحي ما لهوش غير الصليب يشفيه.
ربنا ادانا رمز في العهد القديم هو الحية النحاسية، نفس الحكاية، عقارب وتعابين طلعوا من الأرض ومشوا ناحية شعب ربنا، وكل اللي عليه عقاب من ربنا لو بص من بعيد للحية النحاسية اللي عملها موسى النبي، حية كده عملها شكل نحت ملفوفة على خشبة كلها نحاس في نحاس. طبعا الحية دي ايه؟ علامة اللعنة، علامة اللعنة. فازاي يرفع علامة اللعنة؟ المفروض يرفع علامة بركة. لا، ما هو خلي بالكم الحية النحاسية دي كانت رمز للصليب، لأن المسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية النحاسية هكذا أيضا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالحية النحاسية دي كانت علامة الصليب. وقتها كل اللي يبص على الصليب لو كانت لدع من تعبان أو عقرب يخف، لو بصة واحدة بس، لو ركز عينه على الحية النحاسية دي مهما كان حواليه تعابين طالعة فوقه ولا يهمه. ليه؟ الصليب يحميه، الصليب يشفيه، الصليب يشفيه. عشان كده القديسين كانوا بيحبوا صلبان المرض جدا. ليه؟ لأنها بتربطهم بالمسيح فياخدوا شفاء في الروح. زي مثلا أبونا بشوي كامل، أبونا بشوي كامل كان يحب جدا يخدم المرضى اللي عندهم مرض صعب ويحبهم جدا، حتى ان هو اعجب جدا بالحياة بتاعة المريض اللي مسك في الصليب ومنتظر ان المسيح ياخده السما، وقال له يا رب اديني ان انا كمان اخد البركة دي. فربنا اداله المرض واخد مرض السرطان وهو فرحان جدا جدا جدا، لانه عارف ان الصليب ده ايه؟ هيوصله السما. اي واحد فينا شال مرض بفرح يوصل بيه السما. قديس بطرس الرسول يقول لنا كده، من تألم في الجسد كف عن الخطية. احمل الصليب تبطل خطية. حتى ان الانسان المرفه اللي عنده كل الامكانيات وعايش في رغد ونعيم، ما عندوش حاجة يتعب فيها ولا يستحملها، ده بيكون اكثر عرضة لان هو يقع في حيل ابليس. عشان كده كل واحد فينا، كل واحد فينا لما يجي يرفض الصوم يقول معلش اصل بتعب، اصل معدتي، اصل ودني، اصل مناخيري، مش هينفع. ده انت مش هتستحمل الصوم اللي هو كام ساعة، هتيجي تستحمل ازاي الصليب؟ ده ربنا بس بيمرنا في الاصوام علشان لما يجي صليب محترم كده نعرف نشيله. لما ربنا يجي يديني البداية، البداية اللي هي الصوم وارفضه، عمري ما اقدر اشيل صليب بصراحة، عمري ما اقدر اشيل صليب. اصل الاصوام كتير، معلش اتمرن فيه عشان لما يجي وقت الصليب تبقى مستعد. اخر حاجة هقولها ان الصليب في الكتاب المقدس ليه هو علامة القيامة. علامة القيامة ايه؟ علامة القيامة يعني في العهد القديم في نبي عظيم جدا اسمه أليشع. أليشع دون كان نبي عظيم بيعمل معجزات محدش قبله عملها. أليشع ده واحدة ست من حتة اسمها شونم، المرأة دي اسمها المرأة الشونامية معروفة في الكتاب المقدس، قالت له الحق ابني مات، وهي كان لها علاقة بيه ان هي عارفة ان هو رجل الله وتروح له دايما عشان يصلي لها، قالت له الحق ابني مات. فجي معاه، طبعا في احداث في النص، لما جه معاها عمل ايه؟ دخل البيت، دخل الاوضه اللي فيها الطفل ده ميت وهو نايم على السرير كده. قام أليشع عمل حاجه غريبه جدا، فرد ايديه اليمين كده وايديه الشمال كده، وأليشع نفسه نام عليه، وأليشع فرد ايديه اليمين كده وايديه الشمال كده، حط راسه على راسه وايده على ايده ورجله على رجله. وبعدين الشاب قام، الطفل ده قام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده فهمناه في عيد الصليب. ايه رأيكم؟ هم اكتشفوا خشبة الصليب ازاي؟ اكتشفوا خشبة الصليب ازاي؟ كان في 3 صلبان محطوطين مدفونين في وسط مزبلة. اكتشفوا الصليب بتاع المسيح اني واحد في 3 ازاي؟ حد يعرف؟ كان في جنازة معدية،
واولاد ربنا كده القديسة هيلانا قالت احنا انا عارفه لو كان الصليب بتاع المسيح واحد فيهم الميت هيقوم، فخدت الصليب زي اليشع بالظبط، قامت حطت الصليب على الميت، الميت قام، فعرفوا ان ده صليب المسيح. يبقى اليشع كان عامل المعجزة دي بايه؟ بالصليب. الموضوع واضح اهو. ليه؟ لان انا من غير الصليب خلاص هموت. المعنى الروحي، المعنى الروحي اللي ما يحتملش الصليب ويدفن مع المسيح ما يشوفش القيامة. عشان كده اللي يرفض المعمودية هو اللي بيرفض ان هو يقبل الصليب ويدفن، هو اللي مش هيقوم مع المسيح. المسيح قال كده: من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعاين ملكوت السماوات. وبالتالي انا النهاردة لو ميت في خطيتي ماليش غير الصليب يقومني، لو ميت في خطيتي ماليش غير الصليب يقومني. ابونا في التحليل بتاع سر الاعتراف يرفع، لازم يرفع الصليب على راسي ويقول التحليل وفي الاخر يرشمني وينفخ فيا ويقول الله يحلك. ليه لازمة الصليب؟ ما هو معروف انت ميت وهو بيقومك من الموت. انا بدخل على اب اعترافي ميت، ميت في الخطية، اجرة الخطية ايه؟ موت. فانا بقوم مع الصليب اللي بيرشمه ابونا على راسي بيقول لي قوم، قوم من الموت، احمل سريرك وامشي. ربنا يقومني انا من خطيتي بقوة الصليب، بقوة دمه. عشان كده كل واحد فينا النهاردة يستخدم بقى القوة اللي ربنا ادهاله، يستخدم القوة اللي ربنا ادهاله. ربنا ادانا صلبان عشان نفرح بيها ونشيلها ونوصل بيها للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين.